السلام عليكم عشاق جلابة الحرة عند وديع البزيوي، تحياتي لكم، مرحبا بكم. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم جلابة ديال المليفة بلان بلان، حاجة مليحة اللهم بارك. للأخ سياسين من مدينة خريبكة، الزبون اللي جا عندنا للمحل هو صراحة خدام في مدينة الصويرة وجا عندنا للمحل، خيط جلابة الأب ديالو وجدها صيفطنا ليه لخريبكة، وهذه دابا راه وجدت سياسين صيفطو عليك ان شاء الله لمدينة خريبكة مناسبة الكونجي اللي عندك، دوز بها المناسبة ديالك مع الوالدين وسميتو. تحياتي لكم ومرحبا بالناس اللي كتثق في وديع البزيوي. نقدم لكم جلابة خدمنا ليه بسفيفة كوزة اللهم بارك، العقيدة بلديين، هي اللون كري كري كلار، خدمنا ليه بالكحل كيف ما بغى هو الصراحة، الفكرة ديالو وطلعت راقية. خدمنا ليه السفيفة لكم على برا كيف ما بغاها انا اللهم بارك، خدمة متقونة تبارك الله، خدمة في القب، سيف القب من الداخل، هانا الخدمة اللهم بارك، خماسية كيف العادة، تبارك الله على السياسين ومرحبا بالإخوان. وبالنسبة للمليفة بلان بلان راه متوفرة، شوفوا تبارك الله الكتلة توب ديالها راه نازل تبارك الله ومليحة وقليلة في السوق، قليلة في السوق هاد المليفة بلان بلان، هي بطبيعة الحال صنع مغربي ماشي بلان بلان ديال برا، هاديك اللي دايرة واحد الثمن خيالي، دايرة 1800 درهم المتر ولا شحال كما خداوها الناس مؤخرا، هادي بلان بلان صنع مغربي، ربما خداو الاسم ولكن راه كاليتي مزيانة وجودة مليحة. تحياتي لكم ومرحبا بكم وشكرا سياسين وسمح لينا تعطلنا عليك، والناس اللي كيزورونا في الرباط مرحبا بهم، بحال اليوم رجعوا عندنا الناس من مدينة كلميم من مدينة اسفي، تحياتي لهم، وكاع اللي كيجيو عند وديع البزيوي راه كنبغيو نشكروه وكنقدروا المجهودات اللي كيدير، لان كيضرب المسافة كيجيو من مدن بعيدة، هاد الشيء كيخلينا نزيدو نخدمو ونزيدو نحطو رجلينا في الارض باش نخدمو مزيان. تحياتي لكم ومرحبا بالاخوان، وبارطاجيو هذا الفيديو باش تعمل فائدة، شكرا جزيلا لكم.